بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في كثير من الأحيان يتصور الإنسان أنه العمل وكمية العمل مهمة، فيقول المهم أن أعمل، المهم أن أنجز، ولكن كيفية العمل، نوعية العمل، وكمال العمل مو مهم. البعض هالشكل يبحث عن الكم، يبحث عن الكثرة. أنا مثلا حسب تعبيرنا أبلط شوارع، أكثر عدد شوارع أبلطها هذا مهم. أما أنه هذا التبليط صح، هذا التبليط غلط، هذا التبليط في الواقع جيد أو غير جيد، البنى التحتية لهذا التبليط صحيحة أو غير صحيحة، مو مهم. المهم أن يبلط، المهم أن يبني. هذا البناء جيد، هذا البناء مستحكم، هذا البناء أساسه زين، مو مهم عنده. فشوف أنه يفكر في حجم العمل وكثرة العمل. وهكذا بعض الناس يشوفهم المهم يتكلم، يصعد منبر يتكلم، يقول أنا تكلمت ساعة. زين، تكلم الساعة زين ساعة، ولكن شنو اللي تكلمته؟ بعض الأحيان كثرة الكلام في الواقع توقع الإنسان في الأخطاء وفي الأغلاط. ولذلك الرواية تقول من كثر لغطه كثر غلطه. الإنسان اللي يكثر كلامه يكثر غلطه. فالصحيح الإنسان أن ما يشوف كثرة كلامه أو كثرة طول محاضرته مهم. شنو اللي حاضر؟ شنو اللي قاله؟ الفكرة اللي طرحها شقد صحيحة؟ الفكرة طرحها شقد سليمة؟ هذا مهم. لكن يبحثون عن الكثرة، يبحثون عن البهرجة، يبحثون عن حسب تعبيرنا الهالة الإعلامية، لا يبحثون عن الصحيح والكيف. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي صلى الله عليه: يا علي، لأن هدى الله بك رجلا واحدا، رجال واحد يهتدي بسببك، يمشي عدل بسببك، ويستقيم بسببك، أفضل من 50,000 إنسان همج رعاع يتبعون كل ناعق، يركضون وراء أي صيحة، يهيجون بكل علي حال هوسة. أيهما أفضل؟ الرجل الصالح الواحد، الرجل المستقيم فوضوي، 50,000 سفيه. لذلك أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، أن تعاليم الإسلام العظيمة أكدت على الكيف، أكدت على النوعية. شوف شو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم الناس في واد، ورأيتم عليا في واد، فاسلكوا الوادي الذي فيه علي ولا تستوحشوا. شوفوا، ولا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. القلة لا تخيفنا، والقلة لا تزعجنا، ما دامت القلة
هي المهذبة، هي المتدينة، هي الحكيمة، هي العليمة، هي الحقانية. شوفوا أمير المؤمنين شو يقول، اسمعوا جيدا. يقول: قليل العمل قليل العمل مع كثير العلم. شوفوا العمل اللي فيه علم، العمل اللي فيه بصيرة، العمل اللي فيه تخطيط جيد، العمل اللي فيه دراسة جيدة، قليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم. اللي قلت لك اتقد تبلط لك 5 كيلومترات، ولكن شنو؟ مع كثير العلم، رصينة وبنى تحتية ومجاري وخدمات هاتف، خدمات ما أدري غاز، وخدمات أخرى، ومجاري أمطار، مجاري مياه ثقيلة ومرتب، وحسب تعبيرنا كل صب، وبفوق أهم حسب تعبيرنا إكساء جيد. هذا الشارع 5 كيلومترات بهالمواصفات أفضل من 50 كيلومتر بعد صيف صيفين أو بعد موسم موسمين يشوفه متموج، يشوفه تعبان، وغدا هم نحتاج إلى حفر، نحتاج إلى مجاري. ذاك راح يكون عمل عبثي، فيه إتلاف للمال العام، إتلاف للجهود، إتلاف لمصالح الناس، لأنك تريد الكثرة تريد الكثرة. أنا لا أدعو أنه تعالوا أيها الناس لا تنجزون، لا انجز، ولكن مع كثير من العلم، كثير من العلم. كل يوم تطلع لك جريدة، جريدة فيها فيها الغث والسمين، ما يفيد. طلع لك جريدة واحدة شهرية بس رصينة، طلع لك مجلة دراساتية رصينة بالسنة ولو عددين، أحسن من طلع لك 12 عدد كله تعبان. دعوتنا لمن يتصدى لأمر شؤون الأمة، دعوتنا لمن يتصدى شؤون المسلمين، أن تعالوا اجعلوا العلم والحكمة والدراسة والبحث والبصيرة هي الملاكات الصحيحة للعمل، لا للفوضى. أيها الأحبة، الفوضى تعب، الفوضى تخسر، الفوضى تحبط النفوس، تصير النفوس محبطة، يأس. كل يوم أنت مسوي لك مشكلة، كل يوم صار حادثة. ليش؟ لأن عمل بدون علم. أكرر وأقول أن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: قليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم. إذا تريد تدرس حضر الموضوع بشكل صحيح، وبين المطالب بشكل صحيح، لا تدرس وأنت مهلهل، لا تدرس وأنت الرؤية عندك ضعيفة، المباني العلمية عندك غير قويمة، ما يفيد. تريد تبني، اجعل الأسس قوية، اجعل حسب تعبيرنا الجذور رصينة حتى الأساس يكون قوي والبناء يكون مستحكم. شقد ناس عندهم أصدقاء كثر، ولكن عند الشدة ما حد يوقف له. ليش؟ لأن كثير علاقات بدون شنو؟ بدون تمحيص. كثير حسب تعبيرنا انشغالات، ولكن بدون دراسة. الإسلام يدعو إلى ماذا؟ التركيز والتبصر والمعرفة والرصانة في من؟ في كل إنجازاتنا. للأسف أنا أشوف الآن مقاطع تنشر
على مواقع التواصل، يوقف واحد لابس عمامة يجيب الرواية ويذكرها ويطبق الرواية على فلان، زين هذا فلان منو قال الرواية تعني؟ هاي الرواية منو قال تعني؟ هاي الرواية تتكلم في قضية، وانت تجيب هذا وتقول هاي الرواية تعني هذا، من اين؟ هذا تدليس، هذا عدم معرفة، عدم فهم. ونحاول الآيات نطبقها على جماعة، ونحاول الروايات نطبقها على أشخاص، بعدين نأسس إلى أنفسنا فالنظرية نقول نعم أن فلان وفلان أصحاب حق وغيره أصحاب باطل. هذا كله حسب تعبيرنا نوع من المغالطة والعماية. العماية يعني عدم الوضوح والتشويه والتشويش والتضليل من حيث تعرف أو لا تعرف. أنا ما أتهم هؤلاء أنه عندهم مقاصد، لا ما يفهم، يعني إنسان لما ما يفهم ما يدري، مشكلته أنه يخلط الحابل بالنابل والصح بالغلط، وفي النهاية يخرج بالنتيجة غير صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يكون عملنا وفق الموازين الصحيحة ووفق القواعد العلمية، حتى لا نغفل الناس ولا نضلل الناس، وتكون أعمالنا ومشاريعنا وإنجازاتنا مثمرة ومريحة وتوجب سعادة الأمة واستقرارها. نعم، إذا عندي اتصال تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدنا، أنا أشتغل محامي، فتعرف الموظفين، فتواجهنا دائما مشاكل أنه الموظفين يبتزوننا ويسوون لنا مشاكل، يأخرون بعملنا، فنضطر ننطي. فننطي ما تقول، ما أدري إيش نسميها، رشوة، مهم فنحافظ على شغلنا بالضبط. فنضطر ننطي، وإذا ما ننطي يضيعوننا هواي أمور، يعني الساعة يضيع لك معاملة كاملة، مرة يضيع لك سنة، مرة يضيع لك ورقة مهمة بالمعاملة. فهذا الحل الوحيد أنه ننطيهم. شنو حكم هاي؟ أحسنت وجزاكم الله خير. شوفوا أخواني، الأخ المحامي سؤاله واضح، يقول إحنا تدري أنا محامي عندي دعوة وأمشي بيها وأريد على حال أنجزها، بس الموظفين في وزارة العدل، الموظفين في المحاكم يبتزونا حتى يأخذوا من عندنا فلوس، وإذا ما ننطيهم يضيعون المعاملة، يضيعون الورقة، مدري إيش، ويأخرونا. وتدري أنا محامي لازم أنجز الدعاوى حتى أحصل فلوس، والرجال يشتغل على باب الله. فيقول شنو اللي أسوي؟ أخي الكريم، إحنا نعيش في منظومة فاسدة، في منظومة فاسدة. هاي المنظومة الفاسدة ما أقدر أنا أوصل إلى أهدافي المشروعة، وهو الكسب المشروع، الكسب المشروع والعمل المشروع. ما أقدر أوصل أهدافي، ما أقدر أوصل إلى على حال حياة مستقرة وحياة بعيدة عن الابتزاز، إلا أن أنطي وأرضي، وحسب تعبيرنا أحاول أن أمسح على أكتافهم وأقبل جباههم. طريقة هالشكل، ماكو قانون، ماكو رقابة، ماكو صرامة، ماكو محاسبة. لذلك الموظف كيف، وأنا الله شاهد، يعني يومية تأتيني عشرات الأسئلة أنه سيدنا إحنا ماكو موظف يمشي المعاملة بما هي، لابد أن يأخذ شيء، وما يقول لك اعطيني، يأخر ويسوف ويعرقل حتى تجزع، حتى أنت تجزع، روح تعال، روح تعال، شهر، شهرين، ستة شهور، سبعة شهور، سنة، بعد تبين يابا هذا يريد فلوس حتى يمشيها. فالموظفون، أنا تكلمت يوم الأيام عن الموظفين، الموظفون، جاء أقول الموظفون أكثرهم، لما أقول أكثرهم أنا متيقن، يعني مو أنه، الموظفون أكثرهم فاسدون. يوقف يحكي وأنا أطالب بحقوقي، بس هو إنسان فاسد، هو إنسان مبتز، هو إنسان يعرقل، هو إنسان ظالم. وشنو اللي أسوي؟ أنا في منظومة فاسدة. فأيها الأخ المحامي، أنت تقول أنا أريد
أحصل على كسبي المشروع على لقمتي الحلال وشلون هذا؟ فإذا أنت مجبر لا إشكال فيه، إذا أنت مجبر لا إشكال فيه، ولكن اعطيها وأنت غير راضي، اعطيها وأنت غير راضي، حتى يبقى هذا مال حرام يأخذه ليبقى حراما في بطنه ويحاسب يوم القيامة عليه. نعم نعم. عباس تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شلونك؟ شلون صحتك؟ حياك الله عيني. بدون زحمة، أنا عندي ابني معوق. نعم. الراتب إذا يريد يطلع له ينطونه نسبة لازم يعني أكثر من 80 أو 90% هيك. الراتب شنو؟ راتب إذا أريد أسوي له راتب مال رعاية إلا نسبة ينطونه. هو عنده رجله وإيده معوقة، اثنين من الولادة يعني صفحة كاملة جهة. زين. رحت للجنة، اللجنة رأسا الدكتور بدون نبي ما شافه قال هذا أصحى من عندي زين، يقولوا لي إلا تروح للدكتور للعيادة وتروح للجنة، يعني بين قوسين سيدنا يعني معناتها رشوة علنية يعني، بس هو شنو من غير باب إنه تروح لي للعيادة تفاهم وياه يعطيك النسبة هاي اللي تريدها أنت. زين هسه إذا أروح للعيادة وأخذ راتب على هذا الأساس بيشكال أو ما بي؟ زحمة سيدنا. عباس نفس حكاية الأخ المحامي اللي قبلك، أخ المحامي كان نفس حكايته أنه أنا ما يمشون عملي إلا أعطي فلوس، ما يمشون المعامل إلا بالفلوس، مو شكل؟ إي والله، بس يعني النسبة لازم يعطيني نسبة واضح 80 أو 90%. واضح واضح حبيبي. شوفوا الأخ عباس نفس الألم، نفس الوجع، نفس المشكلة. ابنه معوق، طبيعي لما ابني معوق أعرضه على لجنة واللجنة تقيم عواقه جيد 70% 80% 90%، اللجنة بينها وبين الله بحسب العوق. يقول أنا في الواقع ما ينطوني النسبة الحقيقية إلا ما شنو؟ إلا ما يبتزوني، تعال للعيادة وياخذ كذا وسونار ومدري إيش وفلوس هذه نفس الحالة. شوفوا طبيب بلجنة وهو جشع. من أقول موظفين أكثر فاسدين، لا تزعلون لا تزعلون، الصالح صالح، بس هذا طبيب بلجنة رعاية اجتماعية، ناس ضعفاء فقراء معوقين ويتامى وأرامل ومطلقات، يبتزهم يبتزهم. شون تريدون رحمة الله تنزل علينا؟ شون تردون الله سبحانه وتعالى يرحمنا وإذا احنا ما نرحم بعضنا البعض؟ أخي الكريم، إذا كان اسمع الجواب مالتي، إذا كان نسبة العوق التي هي واقعية ومستحقها أنت ما يطوك إياها إلا أن تعطي مالا لهؤلاء وتدفع لهم بطريقة أو بأخرى، فيجوز لك ذلك لاستنقاذ حقك، لاستنقاذ حقك، ولكن لا تعطيها وأنت راضي، لا تعطيها وأنت راضي، خلي في قلبك أنك غير راضي حتى يبقى حراما في بطونهم. نعم. صباح تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الله يطول بعمرك سيدنا، رحم الله والديك. اقول لك سيدنا بروح امك عندي بالنسبه للصلاه يعني اشكال، انا بالحشي اداوم تامر وغلطتنا بعيده يعني من نريد اصلي مصاب بظهري يعني ما اقدر اخذ راحتي بالصلاه يعني اصليها يعني على يعني ركوع وسجود، لو ما عندنا هناك يعني مثل ما الصلاه أو ميزة أقدر أصلى عليه، شلون يعني هسه يعني مشكال بين هاي صلاتي؟ أنت الآن سؤالك لأنك أنت معوق وما تقدر ما تقدر تركع وتسجد؟ ما أقدر أركع يعني رجلي ما أقدر أثنيهن ولا أقدر بس وقوف أقدر أقف. فما بينك ما بين الله ما تقدر أنت تركع وتسجد بشكل طبيعي. بين ما بين الله ماكو يعني. ماكو كرسي مال المعوق يعني ما اقدر انزل لي جوا اللي ما بين واخذ لي يعني كرسي. زين. صباح اسمعني شنو اللي اجاوبك عليه وطبق ان شاء الله. الله يتقبل اعمالك ويعافيك حبيبي، يعافيك. صباح اخواني قال انه انا عندي مشكله في ظهري وفي رجلي وما اقدر اسجد وأركع بشكل طبيعي وماكو كراسي، يعني كراسي اللي أقعد عليها ما ممكن. راح أعلم طريقة، اسمعوا جيدا، أعلم طريقة وهي طريقة هي وظيفة الشرعية.
يا أخ صباح صلي بهالطريقة هذه، شوفه شوف هالشكل، صلي بهالطريقة، واقف تنوي صلاة الظهر صلاة العصر، قول الله أكبر، كبر، شوف واقف أنت كبر، اقرأ الحمد والسورة وتواقف، ووقوف ما عندك مشكلة، اقرأ الحمد والسورة زين، شوي انزل، شوف شوي انزل، سبحان ربي العظيم وبحمده، انت واقف هالشكل شوي انزل لان ظهرك يوجعك، شوي سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده، سجود لا تنزل بس راسك حرك راسك هالشكل، سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر، سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر، واضح؟ الان ادرك اقرا الركعه الثانيه وانا واقف، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما تقول بحول الله وقوته تواقف بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد قل هو الله، وتقنت تقرا القنوت، بعدين سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله، سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر، سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر، وانا واقف الحمد لله اشهد ان لا، كل صلاتك من وقوف، كل صلاتك من وقوف، فقط تومي، تومي يعني براسك تركع وتسجد، صار واضح حبيبي صباح؟ والله يعطيك العافية إن شاء الله تعالى. أبو مرتضى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. مساكم الله بالخير سيدنا. بارك الله بكم. يحفظك ويسلمك. في السؤال بالعبادات بلال رحمة عليك سيدنا. نعم. عبادات. ما أسمع. سؤال بالعبادات سيدنا. العبادات تفضل. نعم سيدنا، انا بالنسبه لي قبل يومين او ثلاثه كنت اصلي اثناء الدوام زين، وشخص علق على الصلاه زين، يعني اذن يعني شان الاذان حال يعني صلاه الظهر حاله زين، فاذنت واقمت واني جالس الصلاه العصر. ليش جالس؟ ليش بدون يعني بدون فد مبرر يعني هيك جالس؟ فالشيء طبيعي يعني ما محسب انه قلت لانه مخلص صلاه الظهر زين، فقلت اذن واقيم واقوم اوقف انوي لاقامه الصلاه العصر زين. بلي. فبعد ما خلصت الصلاه علق تعليقين الشخص زين، قال لي اولا انت مين صيرت تاذن وتقيم وانت جالس؟ بلي. وثانيا بالقنوت، اني هذا طبعي من الطفوله من يعني بديت اصلي زين، اني بالقنوت نهايه القنوت امسح وجهي بالقنوت، قال لي هذا يقول السيدس الثاني مبطل للصلاه. بلي. فانا قاعد فاريد ان ارد من عندك اذا ماكو زحمه عليك. يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله حبيبي، الله يسلمك. شوف حبيبي، نعم زهراء تفضلي. زهراء، زهراء تفضلي. انقطع اتصال زهراء؟ لا لا وياكم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد انا عندي سؤال. تفضلي. اختي اذبعت مهارها. نعم. اختي اذبعوا مهارها. نعم. وبس ابويا اموي موافق، بس امي ما موافقه، ما لها ربع. والدتك ما موافقه؟ امي ما لها ما راضيه. امك ما راضيه، والدك راضي بعد؟ شنو عندك؟ يعني عادي تتزوج؟ حياك الله، صحيح انا اجاوبك، حياك الله. حيدر تفضل. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا هذه عندنا بستان ورثنا عن الوالد. بستان شنو؟ بستان كان باسم الوالد وحوله باسمانه. بلي. احنا اخوان خمسه. بلي. انا حصي الف متر. بلي. هاي الالف متر واجهيه بها على الشارع العام 20 متر واجهيه. بلي. والباقي نزام 50. بلي. 20 متر بنيت بها محلات من 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 مالي الخاص، وعندي بيها بيت. نعم. بحياة الوالد يعني فايش قال لي؟ قال لي الي ثلث وياك
بالإيجار أو بالشغل مالتك. هذا الثلث تدزه وراي بعد عمر طويل، تدزه وراي صدقة جارية. من عندك تدزه وراي وراي ورا ما أموت. توفى الحجي الله يرحمه. وأنا عندي وصية، وأنا الوصي مالتي. المهم أخواني طلبوا عليه، قالوا هذا الثلث ما تطي، يعني احنا الريده من عندك، الريده من عندك. اقول حيدر، انت مو اتصلت في برنامج سابق وياي؟ نعم، بس اكو شغله. انا هاي المساله مرت علي وانت تكلمتني وانا جاوبتك حبيبي. لا اسمح لي سيد، مو هي انت كلامك على عين الراس. انت صورت انه المحلات، ثلث المحلات، خاف ما وصلت الفكره، هي المحلات كلها الي. واضح سيدنا، وانا جاوبتك، انا جاوبتك، قلت لك ما دام انت اسمعني حيدر، قلت لك ما دام انت وصي لما لازم تعطيها لاحد وانت اللي تتصرف فيها، هذا جاوبتك. المشكله انه لا يرضون ان نروح الحاكم شرع، حاكم شرع لا يرضون يمشون للحاكم شرع، لا يرضون يحلوها بالمرافعة. اي شنو المشكله الان حيدر؟ حيدر بابا، حيدر ابني لا تاخذ وقتي. انت تقول المحلات باسمي والسند باسمي وخلي عارضون، شو يسوون يعني؟ شنو اللي المشكله؟ مشاع اربعه وياي، المشكله مشاع البستان مقسم، يعني ما انت بتقول باسمي سوا، خلى باسمه انا. الالف متر، اسمع سيدنا، الالف متر باسمي، واكو اخوي بصفه عنده محلات عنده 1500 متر، فمشاع يعني مشاكل صارت فوق طاقتي، ما اقدر يعني. هي صح، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله حيدر، خير ان شاء الله، حياك الله، خير ان شاء الله. ام علي، ام علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيداني، زوجي متوفي، والسياره داخلهم كلهم. صوتك مو واضح يا ام علي، صوتك مو واضح. زوجي متوفي. تهمنا زوجتي متوفي، شنو صار سيارة؟ شنو؟ اي سيارة باعوها وانتهم الفلوس ما افتهم، يعني اللي عم زوجتي سيارة باعوها، بعدين ما افتهمت شنو؟ سيارة باعوها، شنو صار بعدين؟ اي اعطوني الفلوس الي، الفلوس الي اعطوني اياها. اعطوني المال كله لي. اي الي، يكون مو عاد زوجته. سؤالك. وليدة اقدر اطلع عندها صدقة جارية، وقدر اطيلها صلاة، هي من تخلص من عندهم. جواب من عجين. يعني السيارة مال الورثة وانطوش كل الفلوس إليش؟ لو لا مال زوجي، اي مال زوجي طالنا كل اللي يقدر يعني ايش يتقربوا بهن، يعني يعني اولادك وبناتك، اولادك وبناتك. ما عندي، ما مخلص، بس اخوته وامه، اخوته وامه. اي اخوته قالوا يا بهاي كل السيارة إليك وفلوسها إليك، ما نريد حق، ما نريد احنا حق هالشكل. بس انا الاتصال تعبان، اتصال غير واضح، ما يخالف، واضح اتصال يعني، واضح حجيه واضح. جزاك الله خير، جزاك الله خير. علي بابا اقطع، اقول له هذا الاتصال غير واضح وانا افتهمت المساله بعد، ليش الملحه يعني؟ زين، الأخت زهراء، منو اللي ما جاوبنا عليه؟ الأخ أبو مرتضى يقول أنه أنا أصلي في أثناء الدوام، طبيعي أنه الصلاة في أثناء الدوام قلنا ما يجوز. ليش؟ لأن أنت تصلي في وقت اللي أنت ما تملك وقتك، يعني وقتك للناس، وقتك للدولة، وقتك لمن تأخذ منه الراتب. ما يصير انت تقوم تصرف وقتك في الدوام في عبادة انت مسؤول عنها، وصليها في البيت، صليها بعد الدوام. اما صليها بالدوام هذا خلاف شنو؟ خلاف القانون. قانون يقول انت موظف من الساعة الفلانية تأدي وظيفتك، ما تشتغل بالعبادة، ما تشتغل بشيء اخر. العبادة امر شخصي بالبيت او اي وقت اخر، أما أنه بالدوام ما يصير. هذه كقضية أولية أبينها لكم جميعا. ثانيا يقول أنا أذن وقاعد
من آداب الأذان، من آداب الأذان الوقوف، من آداب الأذان الوقوف أن يؤذن وهو واقف، هذه آداب. والقنوت تمسح وجهك ما في إشكال، إذا كان إنسان يمسح وجهه من باب أنه عليه حال تبارك ما في مشكلة، بس أما أنه مسح الوجه بعد القنوت على أساس هذا جزء العبادة أو جزء الصلاة ما يجوز، ما يصير. يعني لا يجوز لي أن أقنت إلا أمسح وجهي، فصار مسح الوجه ضمن الصلاة، هذا ما يجوز. أما لا هالشكل من باب التبرك لا إشكال في ذلك. زهراء تقول أختي عقدت عقد شرعي مع رجل بموافقة الوالد، بس الوالدة غير راضية. مو مهم، مو مهم شرعا، شرعا مو مهم، أما اجتماعيا لا، لابد المرأة الأمي لابد أن رضوها، الأم لابد أنه ترضى، لابد أنه تكسبون مودتها ورضاها. أما من ناحية الشرعية إذا الأب موافق كافي، لأن زواج البنت الباكر بإذن والدها، الوالد هو المهم. الوالدة رضت كلش ممتاز، ما رضت لا يضر بالعقد، ولكن رضوها زين، وهاي رضاء الوالدة على حال يوجب البركة في حياتكم. حيدر قضية البستان والورث والوالد نقل البستان باسم أخوته، وهو واحد من أخوته وسوى محلات، والوالد قايل له الثلث إلي والأخوة ما يقبلون. أنت ما دام وصي يا أخي، أنت ما دام وصي فالوصي هو يتحمل مسؤولية الوصية، وثلث الإيجارات أو ثلث كذا أنت تتصرف فيها في الصدقة الجارية لي للوالد. أخوتك ما إلهم حق في من؟ في القسم اللي أنت بنيته وأنت جا تعمل به وهو مختص بيك. نعم السند مشاع، ولكن كون السند مشاع لا يعني أنهم يملكون هذه المحلات. شوفوا الآن هاي الشقق، هاي الشقق الآن موجودة قاعها مشاع، يعني كل الشقق هم مشتركين في الأرضية، ولكن كل شقة بشقتها، كل واحد على حال يأجر شقته يبيع شقته كيف. فكون الأرض مشاعية لا يعني أن الآخرين يشاركوك في هذا الأمر، فالأمر بيدك. أم علي تقول زوجي متوفي وأعطوني سيارة، باعوا السيارة، والورثة أخوة المرحوم ووالدة المرحوم قالوا هاي فلوس السيارة إلك، فنقدر إحنا نصرفها صدقة جارية عن المرحوم؟ نعم لا أشكال في ذلك، أنطيها ثوابات لا أشكال، هاي فلوس على حال إلك، فلوس لك وثمن السيارة لك بتنازل الورثة لك، إذا تنازل الورثة فصار المال خاص بك، تردين تطيها، تردين تأخذيها، تردين سوى صدقة جاري، الأمر بيدك والأمر من صلاحياتك. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا أنا عندي علاقة كل الزينة ويا أخواني ويا أخواتي، يعني أهلي، لأن والدي ووالدتي متوفين، فيوم من الأيام بالعيد دزوا لي خبر قالوا لي بعد لا تجون، حاولت اتصل بهم بس قطعوا الاتصال. يعني هاي مو هما قطعوا صلة الرحم، يعني انا علي ذنب؟ الاخت تقول انه علاقتي كانت جيده مع اخوتي واخواتي، فلما توفى الوالد والوالده اتصلوا علينا قالوا بعد لا تجونا ولا تمرون علينا ولا نحب ان نشوفكم. تقول شنو اللي اسوي؟ علي حال الإنسان لما يريد يتواصل ويا واحد، التواصل اسمعوا جيد، التواصل على وزن تفاعل، تفاعل يعني من طرف وطرف، تواصل من الطرفين، أنا أتواصل وياك وأنت تتواصل وياي، تواصل من الطرفين. إذا أنا أتواصل ويا ناس ما يردون وش أسوي؟ أسلم عليهم ما يجاوبون، أزورهم ما يستقبلون، شنو اللي أسوي؟ علي أن أسوي اللي علي، أرسل لهم سلام، أتصل عليهم، هم ما يجاوبوا لا يجاوبوا، أنا اللي علي أسوي، رب العالمين هو أدرى أنه أنا أحب أتواصل. أما هم يردون فالأمر يرجع إليهم، وأنت ليس عليك شيء وليس عليك ذنب إن شاء الله تعالى. متصل؟ نعم أم علي تفضلي.
أنا بس أدرس على الفلوس. يتخمسين مو مخمسات. أموال السيارة؟ نعم. هسه اتصالك كلش أحسن من ذيك المرة، اتصالك كانت كلش تعبان. هل فيها نعم خمس أو لا؟ هذا سؤالك؟ نعم. شكرا شكرا. شوفي يا أم علي، الإرث اللي يوصل من الميت لا خمس فيه. الإرث اللي إنسان يحصل عليه ما يتخمس، يعني مو واجب الخمس. فهاي السيارة ورث، وقيمة السيارة إرث، فما عليه خمس وما يحتاج تخمسي إن شاء الله تعالى. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا موظفة وأريد أقدم على الدراسات العليا. من إجا الموظف حسب خدمتي قال 9 سنوات، هي بالحقيقة 5 سنوات، لأن أكو 4 سنوات كنت مسافرة ما أخذتها، بس الموظف ما انتبه كتب لي 9 سنوات خدمتي، هي المفروض 5. هاي 9 سنوات تفيدني بالمفاضلة لأن بيها نقاط، هل بيها حرام إذا ظليت ساكتة لأن هو الخطأ من عندهم ولازم أبلغهم أو لا؟ أنا أشكر الأخت صاحبة البصمة، تقول أنا أدرس دراسات عليا، ولما رادوا يبحثون أو يحسبون خدمتي حسبوا لي 9 سنوات، في حين أنا خدمتي 5 سنوات، فاشتباه من عنده اعتبره 9 سنوات، وأنا سكتت. وهي تفيدني طبعا، هي خدمة 9 سنوات تفيدني، فهل حرام علي أسكت؟ والله يا أختي الكريمة، إذا كان هذه الخدمة تعطيك ما لا تستحقين، يعني عليها أجور أو رواتب أو شيء أنت ما تستحقيها من الناحية القانونية والشرعية، ففيها إشكال. أما إذا ما بيها استحقاقات، ما بيها امتيازات، بس أنت راح يصير عندك رصيد يفيدك للمستقبل، هذا ما في إشكال إذا كان في الواقع ليس فيه حسب تعبيرنا مردود مالي اللي أنت ما تستحقينه. واضح أختي كريمة؟ فالمفروض تقول لهم يا بترى أنتم مشتبهين. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا العزيز. وعليكم السلام. إذا ما صار زحمة سيدنا، أنا متزوج ما يقارب 6 سنوات أو 7 سنوات تقريبا، وعندي أطفال 2، وتعاملي مع أسرتي نوعا ما نقدر نقول بجدية من ناحية ثقافية والأخلاقية، وخروجنا من البيت وطلعاتنا وطباتنا كلها يعني راسم لها في برنامج معين. مثلا إذا زوجتي قالت لي يابا أريد أروح لهنا لهذا المكان، أنا أرى بأن هذا المكان إذا رحنا له يسبب لنا فد مشكلة معينة، يعني ما أحب أرفض. بالنسبة كأرحامها ماكو مشكلة، نواصلهم بالشهر يعني 3 مرات تقريبا أو 4، يعني زيارة عمامها خوالها، ولكن مناسبة الأفراح مثلا العرس خاف عليها من ناحية يعني نظرات الناس، كلامها مع الناس كذا، ما أخليها تروح للمناسبات الأفراح خصوصا الأعراس، مثل عراس أولاد عمامها أو خوالها، ما أخليها كزوج أنا ما أقبل هذا الشيء. هل هذا يعتبر ظلم لزوجتي أو لا؟ أو إذا علمت بين أنا أرى فعل معين وأشدد على بين هذا الفعل مالها خطأ أو مو صحيح بالنسبة لتعاملها مع تعامل معين مع الأطفال أو تعامل مع الضيوف أو تعامل مع زوجها، فأبين إلها الصح، مع العلم هي تتهمني بالخطأ، ولا أقول لها ما هو الصح، فلا تقول لي ما أقدر أتناقش وياك، دائما تتهمني بالظلم. هل هذا الفعل أو التصرف مع زوجتي؟ مع العلم أنا ما أستشير الدين قبل ما أتصرف أي تصرف معين من الناحية التعاملي أو كفكرة معينة أو كطرح معين لعائلتي، إلا ما أستشير الدين. إذا قال الدين أفعل يعني، ولهذا أجد مشكلة معينة مع زوجتي. هل ما شاء الله بصمة طويلة بس إن شاء الله جيدة. نعم أبو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مولاي؟ شلون صحتك؟ حياكم الله. شلونك؟ زين
بارك الله مولاي فد الاستفسار. انا اخذ راتب رعايه. نعم. راتب رعايه اريد اروح للعمره. انا ما عندي امكانيه اسحب يعني منه من الرعايه راتب الدنيا ورق وياخذ ارباح علي، هل تصير هاي لو ما تصير؟ انت تاخذ راتب رعايه؟ نعم. وش تسوي لهذا الراتب رعايه؟ اخذ بنسل من يمه مليون او مليون ونص. ايه. اسحب منه بالرواتب. ايه. ورق الدنيا. وبعدين؟ هاي حلال حرام يعني تصير. بعدين شو ترجعه؟ ابو علي بعدين شو ترجعه؟ ارجعه بالتجديد مالت الراتب. ايش قد ياخذ؟ يعطيك مليون ونص، ايش قد ياخذ؟ على ياخذ على الراتب الشهر 30,000. يعني ربا. ايه. ربا. مشكور. اجاوبك اجاوب. شكرا شكرا. البصمه اللي يتكلم عنها الاخ بصمه طويله بس شخصيه على اي حال حسب تعبيره هو احنا انا جدي. شوف حبيبي يا اخي الجدي اللي ما عرفت اسمك، الانسان يكون منضبط وعنده برنامج كذا كلش ممتاز، يحافظ على بيته وعلى عائلته وعلى كلش ممتاز كلش ممتاز، ولكن أمير موني عنده كلمة حلوة يقول لا تكن صلبا فتكسر، لا تكن صلبا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. لا كلش لين اللي عليه حال تنسحق، ولا تكون صلب اللي تنكسر يوم الأيام. وأنا أعتقد إذا تستمريت بهالطريقة في التعامل مع أهلك لا تروحين للأعراس. الأعراس حرام. ليش؟ ليش حرام الأعراس؟ خلي تروح بس قول لها ما أحب تلبسين الملابس اللي بيها شوية حسب تعبيرنا بيها إثارة. تروحين مثلا تحاولين أنه تقعدين في المكان لا تقومين وياهم ورقص ما رقص ما أريد. تقدر تفرض شروطك مع أنها تشترك. الإنسان عنده قلب، الإنسان عنده مشاعر، وماكو لا تصوير حرام ولا تبرج ولا، وإنما في مجلس نسائي تحافظ على القيم وتحافظ على، ليش مشكلة يعني؟ الآن إحنا نساء العلماء، نساء الفضلاء، نساء المراجع يحضرون مجالس عرس بس بشكل وقورات وعلى حال متزنات، شو المشكلة؟ ومن وين جاي هاي؟ أكو آية كريمة رواية أنه لا تشترك النساء في العراس لأنه تقول أنا مزاجي هالشكل. مزاجك شوية حسب تعبيرنا حاول أن تخرج عن المزاج اللي أسميه أنا المزاج المتقيد. لا تقول لي سيدنا أنت جاء تدعوني إلى الانفتاح والتسيب، لا 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 لا، أقول لا تكن صلبا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر. بين بين. ولذلك هاي زوجتك مؤدبة جدا وحبابة جدا، اللي يقول لك أنا ما أناقشك، أنت ظالمني أنا ما أناقشك، ولكن ظلمك هذا موجود، وهذا يعني أن أهلك في الواقع إنسانة خلوقة ومؤدبة وتحافظ على بيتك، بس أنت لازم شو تسوي؟ لازم تكون إنسان منصف. ليش ما تحضر أعراس؟ ما أخليها تروح فلان مكان، ما أخليها، ليش؟ حاول. شوفوا إخواني، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أوسطها، وتقدر تتعامل بشكل وسطي. الله يوفقك إن شاء الله تعالى. زهراء تفضلي. زهراء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا عندي سؤال. نعم. ايه بس عندنا وحدة حالفة قال يحرم علي اكل الرمان. تاكلين رمان؟ تحلفتي ان ما تاكلين رمان؟ ايه اكل الرمان وهسه تريد تاكله عادي.
شحلفتي شنو قلتي؟ قالت يحرم علي اكل الرمان. خير ان شاء الله، حياك الله زهرة. ابو علي. نعم علي تفضل. ابو علي. عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياك الله. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. يعطيك العافيه. عيون السيد. عندي سؤال. طبعا انا من يعني كنت ساكن في محافظه، لكن نتيجه الارهاب والتهجير اضطريت انه اتهجر الى محافظه اخرى. بعد مده من تهجيري صارت اكو فرصه للتعيين بالمحافظه الاصليه مالتي. يعني كان عندي بعض المستمسكات من بطاقه السكن وكذا، فرجعت اديش المحافظه يعني حصلت تعيين بالمحافظه القديمه. علي علي اترك التلفزيون بابا، خليك وياي، اترك التلفزيون حتى لا تنشغل. لا عفوا عفوا سيدنا. اترك التلفزيون علي. علي ما عندي وقت انا، ها يعني ما عندي وقت. واضح واضح سيدنا. سؤال يعني انسان يعني كان سكني في محافظه وتعييني اصبح في محافظه اخرى، فشنو؟ وانا مستمر بالدوام هاي المده كلها يعني ملتزم بالدوام، فاريد اسال يعني هذا هل يعني مساله من باب الحرمه الشرعيه يعني يعتبر انه تزوير بالمستمسكات مثلا، على اعتبار انه يعني هاي الوزاره مثلا هي وزاره التربيه شرط انه بالنفس الموقع الجغرافي يعني. وانا كنت سابقا في هذا المكان لكن وقت التعيين كنت في غير محافظه يعني محافظه ثانيه. فالان شو تريد تسوي؟ تريد ترجع الى محافظتك السابقه؟ انا يعني في طور هذا انه الانتقال. طبعا سيدنا صار مده يعني من عاني من السفر، لكن بدي اسال على الحرمه الشرعيه هذا يعني علي مثلا الحرمه كانت مستمره هاي الحرمه او يعني مشكور 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 علي مشكور. الاخ ابو علي يقول انا اخذ راتب رعايه بس لانه احتاج فلوس، فابو المنفذ هذا شو اسمه اللي يطي الرواتب كي كارد يقول اعطيه ياخذ منه 1.5 مليون ويحسب على كل راتب 30,000، هذا ربا حرام، هذا ربا حرام، والله لا يوفق هؤلاء اللي يبتزون الناس في الطريق. يقول انا اعطيك بس انا اسحب من عندك، يعطيك مليون اسحب من عندك 2,200,000، 700,000 ياكل، حرام ما يجوز. قلت تعطيني على حب الله الشكل بارباح ما اقدر. نعم دولار وتبيع الهياء بسعر اعلى، هو يسوي لك يبيع لك اياه بسعر اعلى، مشكله. زهراء تقول حلفت احدى الاخوات ان ما تاكل الرمان، قالت حرام علي انا اكل الرمان، هذا مو حلفان. اليمين الشرعي تقولين والله ما اكل الرمان، اما حرام علي اكل هذا ما ياثر، لا اثر لهذا الكلام، واكل الرمان بالنسبه اليها جائز، وقولها حرام علي هذا ما ياثر، لا اثر له. الاخ يقول تهجرت من مدينه الى مدينه الى محافظه اخرى وصار تعييني في المحافظه الجديده، والان اريد ارجع واريد اعطي مستمسكات على انه انا في المحافظه الاصليه. لا اشكال في ذلك، هي مسقط راسك وهي محافظتك، فشنو المشكله؟ وين المشكله؟ لا إشكال في ذلك إذا كان استحقاقك القانوني واستحقاقك الاجتماعي أن ترجع إلى محافظتك، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. إخواني يظهر الوقت انتهى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا، وما أدري يوفق المتصدين لخدمة الناس ولتقليل مشاكل الناس، ويكونوا في واقع الحال ممن يعمل لرضا عباد الله ورضا المؤمنين. ولا تنسون أيها الإخوة من صالح أدعيتكم لي ولوالدي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.